بصبح عليكم مرة تانية، ووصلنا معاكم لفقرة الصحافة اليومية واللي بنستعرض فيها أبرز عناوين الصحف المصرية. مشرفنا فيها الكاتب الصحفي جمال رائف، ومنرحب بحضرتك النهاردة معانا. وخلينا على طول نبدأ حوارنا، وخلينا نشوف أبرز عناوين الصحف النهاردة ونرجع نكمل حوارنا. أستاذ جمال رائف، برحب بحضرتك معانا في هذا الصباح. صباح الخير على حضراتكم، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. صباح الخير على حضرتك. نبدأ جولتنا مشاهدينا من اجتماع الرئيس السيسي مع وزير التعليم ومدير الأكاديمية العسكرية، وعنوان جريدة الدستور: الرئيس السيسي أولوية لتطوير محاور منظومة التعليم. عنوان تاني من جريدة اليوم السابع: الرئيس السيسي: الدولة تمنح الأولوية لتطوير جميع محاور منظومة التعليم. حضرتك شايف إيه المحاور اللي حددتها الدولة بأولوياتها المختلفة في منظومة تطوير التعليم، وكمان إزاي بتتابع طريقة سير الخطوات دي؟ يمكن بداية يجب أن نؤكد أن هدف الدولة في هذه المرحلة والأولوية الرئيسية هي فكرة بناء الإنسان المصري، وتوجهات القيادة السياسية المصرية للحكومة الجديدة بناء الإنسان المصري والعمل بشكل مكثف على هذا المحور. وهذا المحور بيرتكز على أمرين: التعليم والصحة. وبالتالي التعليم والصحة الآن ضمن الأهداف والأولويات الخاصة بعمل الحكومة المصرية والدولة المصرية بكافة مؤسساتها. وبالتالي القيادة السياسية المصرية منشغلة ليس فقط بفكرة تطوير البنية التحتية الخاصة بالتعليم أو الصحة أو حتى البنية التحتية التي تخدم على هذه المجالات. يعني حينما كنا نتحدث خلال 10 سنوات الماضية على أن الدولة بتعمل على فكرة البنية التحتية من طرق ومرافق وغيرها من الأمور، هذا لأن لا يمكن أن ننشئ مدرسة دون أن يكون هناك طريق يصل بنا إلى هذه المدرسة. وبالتالي الدولة المصرية بدأت بشكل متسلسل حتى نصل إلى بناء إنسان يستطيع أن يصمد وأيضا يقف على أرض صلبة. الآن أيضا هناك اهتمام بقى بالعنصر البشري، عشان كده بنجد القيادة السياسية المصرية بتجتمع مع وزير التعليم وأيضا المختصين من الأكاديمية العسكرية المصرية لتوفير تدريب وتأهيل للعناصر البشرية حتى نستطيع أن ننهض بالمنظومة التعليمية. وفرت الدولة المصرية بنية تحتية مهمة، سواء هنا نتحدث ليس فقط على البنية التحتية التقليدية ولكن حتى على البنية التحتية الرقمية. يعني الآن شبكات الإنترنت والتوسع في هذا الأمر، دخول الأدوات التكنولوجية الحديثة في التعليم وغيرها من الأمور. إذن أيضا ما يتعلق بتدريب العنصر البشري للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وهنا التكاتف وأيضا استغلال كافة قدرات الدولة المصرية. يعني لا نجد فقط أو كما كنا نعمل في الماضي جزر منعزلة، وزارة التعليم تعمل في اتجاه وكافة مؤسسات الدولة تعمل في اتجاه آخر، ولكن هنا تضافر الجهود ما بين المؤسسات التي لديها قدرات مثلا تدريبية زي الأكاديمية العسكرية وما بين وزارة التعليم لإيجاد في النهاية مواطن مصري لديه التدريب والتأهيل المناسب لتطوير المنظومة التعليمية. أنا أظن كمان أنه يعني سر النجاح في
اي منظومه بتحصل او اي تطور او خطه بتحصل عندنا في مصر هي فكره التعاون والتنسيق بين الادارات المعنيه، سواء بقى الحكومه نفسها او تعاون بين الحكومه ومنظمات المجتمع المدني وغيرها، ده اللي بيشكل فعلا نقطه النجاح وانطلاقه لاي مشروع. خلينا نروح لخبر تاني، هو مش بعيد عن الخبر الاولاني، مكملين مع لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونقرا من جريده الوطن عنوان الرئيس عبد الفتاح السيسي يقول تطوير جميع محاور منظومه التعليم خاصه العنصر البشري على راس اولويه الدوله. في عنوان تاني من جريده الاخبار الرئيس السيسي اولويتنا لتطوير جميع محاور منظومه التعليم، في رايك استاذ جمال ما اهميه تطوير وتنميه العنصر البشري وانعكاس ده على ضمان تحسين جوده التعليم؟ كمان عايزه الحقك بسؤال كمان، ازاي الدوله بتضمن تحقيق التوازن بين تطوير العنصر البشري وتعزيز الموارد التعليميه والتقنيه في المدارس؟ يمكن حضرتك قلتي نقطة مهمة، جودة التعليم، وده اللي الدولة دلوقتي المصرية شغالة عليه، ليس فقط فكرة توفير الخدمة، ليس فقط توفير أماكن للدراسة وخدمات تعليمية، ولكن توفير هذه الخدمات بجودة بالظبط، لأن نحن نواجه أيضا تحديات غير تقليدية تحتاج إلى عنصر بشري، سواء القائم على هذه المنظومة أو حتى المنتج من الطلاب والخريجين من هذه المنظومة التعليمية يكونوا قادرين أيضا على مجابهة هذا الاهتمام بكيان المواطن نفسه. بالتأكيد، لأن احنا بنتكلم على بناء الإنسان، إذا بناء الإنسان حينما يكون إنسان قادر تعليميا على مجابهة الحياة بعد كده وتحدياتها، وخاصة ان احنا بنشوف الآن تحديات مستجدة، يعني المواطن المصري الآن لأنه بيعيش في محيط مضطرب، يعني لديه طوال الوقت تحديات غير تقليدية، وبالتالي انت محتاج لبناء إنسان قوي يستطيع الصمود أمام هذه التحديات، وبالتالي الاهتمام بالعنصر البشري أحد أهم هذه الركائز. أيضا تقديم هذه الخدمات بجودة عالية أمر مهم للغاية، توفير البيئة المناسبة سواء للمعلم أو للطالب عالية كمان بالضبط، وبالتالي البيئة أيضا التعليمية المناسبة يعني كافة أطراف المنظومة التعليمية سواء أولياء الأمور أو الطلبة أو المعلم، أنا أعتقد أن ده أمر مهم للغاية وبينعكس على أيضا أداء المعلم وأيضا استيعاب الطالب، وبالتالي أنا أعتقد أن الفترة القادمة سوف تشهد طفرة كبيرة للغاية في تطوير المنظومة التعليمية، لأن هذا هو المحور الأساسي لعمل الحكومة المصرية وهو بناء الإنسان سواء على صعيد التعليم والصحة، وبالتوازي بنشوف كمان في منظومة الصحة يمكن نفس الخطوات السريعة والمتابعة أيضا الدقيقة من القيادة السياسية المصرية لتطوير المنظومة الصحية. إذا نحن نتحدث عن جناحي بناء الإنسان التعليم بالضبط. طيب أستاذ جمال، هنروح لمبادرة إيد واحدة وجريدة الدستور، نقرأ عنوان إطلاق مبادرة إيد واحدة لدعم 1.5 مليون أسرة من الأكثر احتياجا. عنوان تاني من الوطن، التحالف الوطني وحياة كريمة يطلقان أي إيد واحدة لخدمة 1.5 مليون أسرة من الأكثر احتياجا. من وجهة نظر حضرتك إيه هي الأنشطة والخدمات اللي بتشملها المبادرة لدعم الأسر المستهدفة، وإزاي بيتم تنظيم وتنسيق الجهود بين التحالف الوطني وحياة كريمة لتنفيذ المبادرة؟ يعني إيد واحدة لمساندة كل المواطنين المصريين الأولى بالرعاية، مبادرة مهمة أحد يعني مخرجات التحالف الوطني للعمل الأهلي، هذه الفكرة العبقرية. ليه بنقول فكرة عبقرية؟ لأن في الماضي لدينا عدد كبير للغاية من الجامعات الأهلية، كل يعمل في وادي، كل يعمل منفردا، وكل لديه قدرات وإمكانيات، وفي الآخر بنجد أن في مواطنين محتاجين لهذه الخدمات ولكن هذه الخدمات لا تصل لهم، يعني ممكن نجد مثلا 100 جمعية شغالة في محافظة وفي محافظة أخرى فقط ممكن يكون في 10 جمعيات 5 جمعيات، وبالتالي حشد الجهود ووضع مظلة رئيسية لاحتواء كل هذه الجمعيات وتوفير قاعدة بيانات وإطلاق مبادرات عملاقة زي مبادرة إيد واحدة اللي تستهدف أكثر من 1.5 مليون إنسان مصري أمر مهم للغاية. وهنا أيضا يجب أن نشيد أن القرار السياسي كان مهما للغاية، يعني القيادة السياسية المصرية حينما رعت هذه الفكرة ودشنت هذه الفكرة نجد الآن ثمار هذه الفكرة موجودة على أرض الواقع، بل أن هذه الثمار لم تكن أيضا محلية فقط ولكن امتدت حتى للصعيد الإقليمي، يعني شفنا التحالف الوطني إزاي كان ليه دور مهم لمساندة دور الدولة في قطاع غزة. بس أهم ما يميز النوع ده من المبادرات هي قاعدة البيانات، يعني لو شفنا في وزارة التضامن الاجتماعي لما عملوا قاعدة بيانات عشان تكافل وكرامة لقوا أن في ناس لا تستحق
فهم طول الوقت بيبحثوا عن الناس اللي بتحتاج النوع ده من الدعم وبيوصل فعلا لمستحقيه. لكن خلينا نروح لجريدة الوطن ونقرأ عنوان: الحكومة تقول نسعى لتحويل العلمانية الجديدة نقطة جذب للاستثمارات والاستفادة من مقاومتها الساحرة. من خلال متابعة حضرتك للإجراءات اللي وضعتها الحكومة لتحويل العلمين الجديدة لنقطة جذب للاستثمار، كيف تقيم هذه الخطوات؟ يمكن العلمين الجديدة في الحقيقة بتشهد طفرة كبيرة جدا على صعيد التنموي، ولكنها أيضا بتعكس قدرة الدولة في يعني جمع كافة قدراتها وإمكانياتها واستغلال كافة مفردات قوتها الشاملة. يعني نجد القوة الناعمة بجانب القوة العمرانية بجانب القوة السياسية والاقتصادية والاستثمارية، كافة مفردات القوة الخاصة بالدولة المصرية موجودة في العلمين الجديد. يمكن حتى مهرجان العالم عالمين أحد أهم مسارات دعم الاقتصاد، وبالتالي القوة الناعمة أيضا حاضرة بروج للمدينة بشكل كبير. بالضبط. إذن الدولة المصرية استطاعت أن تستغل كافة قدراتها وإمكانياتها لإبراز هذه المدينة في أجمل ويعني أعظم صورة. العلم حصل بالفعل أستاذ جمال. بالزبط. أي حد يروح مدينة العلمين الجديدة هيستمتع جدا بكل الأنشطة الفعاليات، حتى التخطيط العمراني اللي فيها جميل جدا حقيقة. وتحويل بقى الساحل الشمالي من فكرة فقط أنه ملاذا يعني جميلا بس في الصيف بالضبط للاستمتاع بفترة الصيف، مدينة كاملة 12 شهر بالضبط، إلى منطقة بقى يمكن استغلالها على صعيد السكني والاستثماري والعمراني والتنموي، لأن أيضا هناك مشروعات كبيرة للغاية الآن تقام في هذا النطاق الجغرافي. نتكلم على الضبعة النووية، بنتكلم على أيضا مشروعات زراعية عملاقة، بنتكلم أيضا على مشروعات استثمارية وصناعية. إذن هناك أيضا مفردات تنموية بجانب إدارية بالتأكيد، وأيضا حتى المستثمرين الآن والقطاع الخاص، يعني بنتكلم على رأس الحكمة وبنتكلم على أيضا مشروعات استثمارية أخرى. إذن منطقة الساحل الشمالي استطاعت أن تنتقل نقلة نوعية بوجود العلمين الجديدة، وخرجت من الاستثمار الضيق إلى الاستثمار الأشمل. أكيد. الآن في كافة المجالات. طيب أستاذ جمال، هنروح لملف الأمن الغذائي، ومن جريدة اليوم السابع نقرأ عنوان: المحاصيل الاستراتيجية أولى خطوات تحقيق الأمن الغذائي. فكرة جديدة بتنتهجه الدولة المصرية تحقيق الأمن الغذائي، حضرتك شايف التحقيق ده ازاي؟ يمكن هذا تم تحقيقه مبكرا، يعني حتى قبل أن تتصاعد أزمة الأمن الغذائي في مختلف أرجاء العالم، نتاج طبعا الحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها وما يحدث الآن في شرق أوروبا، إلا أن الدولة المصرية في الحقيقة عملت مبكرا. يعني لما نشوف مشروعات الصوامع لتخزين السلع الاستراتيجية على رأسها الأقماح، لما نجد تدشين مشروعات الزراعية 1.5 مليون فدان ومستقبل مصر الزراعي والصوب الزراعية وغيرها من مشروعات في هذا المجال، لما نجد أيضا التوسع في مشروعات تحلية المياه والري وتبطين الترع مثلا وغيرها من مشروعات أيضا في هذا المجال، هذا ليس وليد اللحظه، ولكن كان هناك عملا مبكرا، وكان هناك يعني بالتاكيد ده كان حاضر نظره استشرافيه لما ممكن ان تواجهه الدوله المصريه مما خاطر مستقبليه، لان هناك ايضا زياده سكانيه بجانب التحديات التي فرضتها الظروف الدوليه الان على تداعيات الامن الغذائي، وبالتالي الامن الغذائي المصري الان يجابه هذه التحديات وهو صامد ومرتكز على ارض صلبه من خلال البنيه التحتيه التي تم تحقيقها في المجال الزراعي، حتى فيما يتعلق لاننا كنا بنتكلم في بدايه الحلقه على تطوير العنصر البشري. يعني ايضا حتى المزارع الدوله المصريه اهتمت بيه سواء من خلال كارت الفلاح، بنشوف الان حتى البرامج التمويليه التقنيات الجديده الحديثه. بالزبط. علشان يقدر يدي وينتج اكتر يعني. بالظبط. حتى صناعه الاسمده في الدوله المصريه تطورت بشكل كبير قبل كده، التشريعات الجديده وتعديلات بعض القوانين الخاصه بالاراضي الزراعيه والفلاحين. بالظبط، والحيازه وغيرها من الامور. طيب خلينا بس نروح على الملف الابرز على الساحه العالميه في الوطن العربي كله والعالم، القضية الفلسطينية، ونبدأ بعنوان جريدة الوطن: مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، استشهاد وإصابة العشرات في قصف مدرسة بغزة. عنوان آخر من جريدة الأخبار: 300 يوم من غزة قصة الدم والصمود. وأيضا من الأخبار: عدوان شرس على خان يونس ومجازر جديدة في دير البلح. وأخيرا مع عنوان اليوم السابع: 50 شهيدا في مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بدير البلح. بالمعطيات دي وغيرها، هل ما فيش سبيل للتهدئة؟ وتتوقع في إنهاء للحرب قرار مين؟ يعني بعد كل اللي بيحصل ده، قرار إنهاء الحرب في إيد مين؟ وإيه السبيل عشان نحققه؟ يمكن بداية يجب أن نؤكد أن نحن بالفعل أمام 300 يوم من الإجرام الإسرائيلي باتجاه شعب أعزل، باتجاه مدنيين، أطفال، أبرياء، نساء،
300 يوم بنشاهد فيهم مشاهد قاسية على الصعيد الإنساني وعلى الصعيد أيضا الخاص بتدمير البنية التحتية في قطاع غزة. القطاع في يعني أصبح في حالة صعبة للغاية. نتحدث عن قطاع الآن أصبح منكوبا إنسانيا وعمرانيا صعب. وحتى فكرة إعادة الإعمار الآن أصبحت مكلفة للغاية. يمكن الأمم المتحدة بتتحدث عن فترة زمنية طويلة سوف يحتاجها القطاع للعودة مجددا إلى الحياة حتى بعد توقف الحرب. تكلفة كبيرة على الصعيد الإنساني وعلى الصعيد العمراني. التهدئة ووقف إطلاق النار يعني هنا التعويل بقى على الدور المصري على ما تقوم به جهود الوساطة مع الشركاء طبعا قطر والولايات المتحدة الأمريكية. الضغط أكثر على الجانب الإسرائيلي الذي يتعنت طوال الوقت ويضع يعني عراقيل ومبررات واهية لعدم إيقاف آلة الحرب المستعرة تجاه المدنيين. أنا أعتقد أن غياب الإرادة السياسية في الداخل الإسرائيلي وانقسام الشارع الإسرائيلي وهروب نتنياهو طوال الوقت إلى المزيد من فتح جبهات لتوسع دائرة الصراع خشية على مستقبله السياسي هو ما يعرقل في الحقيقة وقف إطلاق النار. نتنياهو غير معني بالمحتجزين، غير معني بأي أمر يهم حتى الإسرائيليين أنفسهم، هو فقط معني بمصالحه الشخصية، معني بمستقبله السياسي. وبالتالي هو يحاول أن يدخل ليست فقط القضية الفلسطينية في مرحلة الفوضى ولكن الإقليم بشكل عام. هو يحاول إحداث نوع من أنواع ما يمكن أن يسميه الفوضى الإقليمية حتى يضمن بقاؤه في هذه الفوضى. فهو أصبح يتغذى على الحروب وعلى إشعال الفوضى في الإقليم، أمر يجب أيضا أن يواجه من خلال الولايات المتحدة الأمريكية يعني كدولة لديها مسؤولية دولية. يجب نعم ندرك العلاقات الاستراتيجية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ولكن أيضا الولايات المتحدة الأمريكية لا يجب أن تتخلى عن مسؤولياتها الدولية كقطب كبير في هذا العالم. أيضا المجتمع الدولي بشكل عام يجب أن يكون له دور أكثر إيجابية في الضغط على الجانب الإسرائيلي وأن يتم استكمال الخطوات الأوروبية، لأن كان هناك خلال الفترة الماضية أدوار أوروبية مهمة سواء من أسبانيا من مالطا من غيرهم من الدول الأوروبية التي قررت الاعتراف بدولة فلسطين. أيضا نحفز المزيد من الدول الأوروبية على أداء المزيد من الأدوار حتى يكون هناك نصرة للقضية الفلسطينية وحفاظ على القضية الفلسطينية إن شاء الله. طيب هنختم جولتنا من جريدة الدستور وعنوان طوء نجاة المتوحش، نتنياهو بعد واشنطن لا تهدئة في غزة واتجاه لتوسيع الحرب مع حزب الله. حضرتك شايف رأيك إيه في الدوافع الرئيسية وراء إعلان نتنياهو عدم التهدئة في غزة ومدى نجاح المجتمع الدولي في إخضاعه لقرار وقف إطلاق النار من عدمه؟ يمكن هذه نوايا نتنياهو الواضحة فقط هو يعلن عنها. يعني هو يعلن أنه سوف يستمر في هذه الحرب على أرض الواقع بالضبط يعني. وأعتقد أن يعني هو في واشنطن استطاع أن يحصل على الضوء الأخضر لاستكمال هذه الحرب. يعني ما شهدناه من يعني لقاءات ومن تصريحات ربما طمأنت نتنياهو لعمل المزيد من الإجرام في المنطقة، وهذا أمر مؤسف للغاية. وحتى ضغط الديمقراطيين مع انخفاض شعبية الحزب الديمقراطي لم تجدي نفعا مع نتنياهو. هو الآن يراهن على الجمهوريين، يراهن على قدوم ترامب إلى البيت الأبيض، وبالتالي هو يعني غير منصاع لضغوط بايدن وإدارة بايدن، وبالتالي يعني يراهن على أن يكون ترامب هو الرئيس القادم ومن ثم مستكملا لهذه الجرائم البشعة في المنطقة. أعتقد أيضا أن الحادث الأخير يعني بالأمس أيضا ربما سوف يكون مبرر لنتنياهو ل توسيع مجزرة جديدة يعني. بالضبط يعني توسيع أيضا جبهة القتال. يعني هنا بنتحدث عن قطاع غزة، هو طبعا مجازر صعبة، ولكن هنا أتحدث عن الجولان المحتل. وما حدث بالأمس أيضا في الجولان المحتل سوف يكون أيضا مبرر لنتنياهو لتوسعة دائرة الحرب باتجاه لبنان الشقيق. وهذا أمر أيضا مؤسف للغاية، وهذا ما يسعى إليه نتنياهو. نتنياهو تحدث بصراحة أنه يدير الحرب على 7 جبهات. إذن هو يريد هذا الأمر، يريد فوضى إقليمية، يريد أن يتسع الصراع، وهذا ما حذرت منه الدولة المصرية يعني. بالضبط يعني مصر حذرت مسبقا من فكرة اتساع دائرة الصراع ويعني عواقب هذا الاتساع على بداية الأزمة. يا أستاذ جمال بالزبط. مصر تحذر من اتساع دائرة الصراع. بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ جمال رائق الكاتب الصحفي على وجودك معنا في هذا الصباح. شكرا لحضراتكم وشكرا لكل السادة المشاهدين.